ازيك يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقه حل مكعب الروبيك باسهل طريقه يمكن تحل بيها. دلوقتي انا اقول لكم على طريقه وهنقعد معاكم كذا مره عشان نحله. دلوقتي بنلعبكم اهو. طبعا دلوقتي تقدروا تحلوها بكذا طريقه، بس دي طريقه من الطرق يعني وسهله جدا، انا حفظتها وتعلمتها وعرفت احل بيها وكل حاجه. ده المكعب هو اللي هنشتغل عليه. اول حاجه هنجيب المكعب اللي هو نقطه فيه صفرة من هنا، تكون نقطه بس نص صفرة، وهنبدا نجمع حوالين نقط بيضه، يعني نقطه صفرة هنا تبقى نقطه بيضه هنا ونقطه بيضه هنا ونقطه بيضه هنا ونقطه بيضه هنا. هنا لقينا نقطه، فمثلا هي واحده هنا اهي، عايزين نجيبها هنا، فنحركه كده كده جت هنا. في واحده هنا اهي نقطه بيضه عاوزين نجيبها هنا، نحركها كده جت نقطة مثلا تانية هي بيضة من تحت. هنعمل ايه عشان هنجيبها في النقطة اللي هي فاضية من ناحيتها كده اهو، هي نقطة بيضة اهي هنجيبها كده اهو، اللي هي تبقى نقطة بيضة من هنا اهي والنقطة اللي هي فاضية من هنا اهي، وهتلفها كده اهو لفتين هتلاقي جت كده. أول حاجة عملنا اللي هو المثلث الأبيض حواليه، فهنبدأ بقى مثلا نقطة بيضة هنا ظهرها ايه أزرق، أزرق مع الأزرق هتلف لفتين، واحد اتنين. النقطة اللي بعديها برتقاني مثلا، ثانية اهي اهي كده، النقطة البيضة دي معاها ايه برتقاني، هنا دي مش برتقاني هتلفها اهي جات للبرتقاني، هتلفها مرتين، واحد اتنين اي اتجاه اللي انت عاوزه. هنا النقطة البيضة هنا اخضر، هنا اخضر مع الاخضر تلف مرتين، واحد اتنين. هنا النقطة البيضة مع الاحمر، واحد اتنين كده. بص الاصفر هتلاقي مفيش هنا ابيض خالص، او يمكن يكون فيه بس من الزوايا من هنا، بس لو مش من النص يعني. فهتبدا تعكسه هتلاقي هنا بقى مثلث زي حرف زائد ابيض، وهنا الاتنين دول احمر والاتنين دول ازرق والاتنين دول برتقاني والاتنين دول اخضر. هنبدا بقى نحل المكعب الابيض. هتخلي المكعب الابيض دوه على الشمال، خليه على الشمال كده، وانت تبدا هتحرك دوه الجزء اللي هو ده، هتلف لحد ما تلاقي نقطة بيضة، تلفه تلفه ادي نقطة بيضة. النقطة البيضة دي هنا ايه ظهرها ايه احمر، فهتبدأ تخلي الاحمر دي تبقى هنا بدل الاخضر دي تبقى احمر، فهتلفه كده اهو، اي النقطة الحمراء مع الحمراء. فاول ما تلاقي النقطة الحمراء مع الحمراء كده اهو، والدي من هناك هتمسك كده اهو، هتسحب عليك سحبة الناحية دي كده اهو وتوديها هناك تاني وترجعه مكان. بس هتبدأ تعمل بقى فيهم كلهم كده اهو. النقطة البيضة ظهرها برتقاني، هنخليها مع البرتقاني كده اهو، برتقاني مع برتقاني. ولو هي النقطة البيضة من ناحيتي نوديها عند الجيران، وده كان عند الجيران، ونجيب عليك تاني كده اهو، بس توديها مكانها تاني. بس هي سهلة جدا يعني. هي النقطة البيضة ظهرها برتقاني، هنبدأ نلف لحد ما نلاقي برتقاني اهو، ابيض برتقاني بقى برتقاني اهو، نمسك كده اهو، يعني مش عاوزين نشوف دول. فالنقطه هناك عند الجيران عاوزين نخليها عندنا، هنعمل ايه؟ هنحودها عندنا كده اهو ونوديها عند الجيران تاني ونرجعها مكانها كده اهو. هنبدا نلف نلف دوه، هنا لسه فاضل واحده، نلف نلف مفيش هنا ابيض. النقطه فين؟ الناحيه دي، النقطه هنا اهي. فتخلي مثلا لو النقطه كده اهو، هتخلي النقطة البيضة مع الحتة الفاضية يعني كده اهو، نقطة بيضة مع حتة فاضية. هتعمل ايه؟ هتلف دي كده لفة وتسحب عليك مرتين، مرة التانية، وترجعها مكانها تاني. بص النقطة جات لك اهي، البيضة هنا في شيء احمر، هتخلي الاحمر مع الاحمر وتلف، هي عندنا عايزين نخليها عند الجيران، هتلف مرة وتسحب عليك تاني وترجعها كده. اول جزئيه من المكعب، محل مكعب الروبيك. هنا الابيض كله اتحل، وهنا احمر حرف تي، وهنا اخضر تي، وهنا برتقاني تي، وهنا ازرق تي. دي اول طريقه، اول خطوه يعني نحل بيها المكعب الروبيك.